في نينوى أقيمت في مدينة الموصل ندوة حوارية حول التعايش السلمي وإعادة اندماج النازحين العائدين للمدينة بدعم وتمويل من منظمة الهجرة الدولية IOM. الندوة ناقشت كيفية توفير الخدمات الأساسية من كهرباء ومستشفيات ومدارس بالإضافة إلى دعمهم بسلة غذائية تتضمن احتياجاتهم اليومية، ومناقشة دور العشائر في إعادة السلم المجتمعي وإصلاح ذات البين وحلحلة المشكلات العالقة بعدما خلفته عصابات داعش الإرهابية من شرخ في المجتمع. قرنا اليوم بدعوة من مؤسسة خلوها أجمل ومنظمة IOM الدولية حول التعايش السلمي وإعادة الاندماج في هذا المكان. أيضا نحب أن نوضح دور المنظومة العشائرية في إعادة الاندماج وإعادة السلم المجتمعي من خلال الدور الذي تقوم به المؤسسة العشائرية في إصلاح ذات البين وحلحلة المشاكل العالقة، خصوصا ما خلفته عصابات داعش الإرهابية من شرخ كبير في المجتمع. الآن مجتمع نينوى أفضل بكثير، وما بقي من المشاكل العالقة هي مشاكل قليلة لا تكاد تذكر. افتتاح مشروع موجة سلام، نحن نعتقد في مؤسسة خلوه أجمل أنه هذا واحد من المشاريع المهمة اللي نشتغل عليها واللي يرتكز على دور الإعلام في عودة العائدين من المخيمات النزوح. كلنا نعرف أنه أكو قرار لإغلاق المخيمات، كل الجهات الحكومية والجهات الخدمية ومنظمات المجتمع المدني ده تشتغل على هذا الجانب. يعني بكل تأكيد أكو عدد كبير من المعوقات اللي تواجه العائدين، اللي يعني أولها هي ملف التعويضات، نحن كلنا نعرف الملف الكبير للتعويضات، وأيضا الموضوع الخدمات. يعني إذا يرجع العائد من المخيم إلى منطقته ويشوف بيته مفلش ويشوف ماكو خدمات، أكيد هذه معوقات نحن أيضا ده نشتغل عليها وده نرفعها إلى الجهات المعنية.